وفي اخبار اتنشرت الايام اللي فاتت بخصوص مسلسل محمد رمضان، والاخبار اكدت ان مسلسل احمد السقا الجديد هيكون سبب في تاجيل مسلسل محمد رمضان للسنه اللي بعد اللي جايه، وخاصه لان الشركه اللي هتنتج المسلسلين شركه واحده. من ناحيه تانية قدر المنتج تامر مرسي انه يخطف النجوم لمسلسلات رمضان اللي هيقدمها السنه اللي جايه، ومن اوائل الفنانين اللي هيتعاقد معاهم هو الفنان عمرو دياب. واخيرا قرر عمرو دياب انه يرجع للتلفزيون من خلال مسلسل الشهره، واللي اجل تصويره اكتر من مره، لكن عمرو دياب اشترط ان سيناريو وقصه المسلسل تتغير بالكامل، وهيقوم باخراج المسلسل طارق العريان. وقدر كمان المنتج تامر مرسي انه يتعاقد مع الفنانه ياسمين عبد العزيز، وكان اخر مسلسل قدمته ياسمين عبد العزيز هو مسلسل الرقص على سلالم متحركه سنه 2002.